لي أخ في الله طالب علم، سألته ما معنى قوله تعالى في الحديث القدسي إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، فقال إذا انفرد العبد بنفسه قد يطلق بصره حيثما شاء، لكنه لا يتجرأ أن يأكل أو أن يشرب الماء. بحثت كثيرا عما يقرب الصورة أكثر، فوجدت أن أعمال القلوب أعظم عند الله من أعمال البدن. الإيمان واليقين وخشية الله تلازم العبد في رمضان مهما كان مقصرا، ومن هنا يتحقق إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. يقول ابن القيم رحمه الله: الصيام هو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه، ذلك لأن ترك المرء طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده أمر لا يطلع عليه بشر، وتلك حقيقة الصوم. فاللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان.